ينادوا لي مارسيلو، قالت فزتي بالمخيم. بلشت كرة القدم، وجت اللجنة البرازيلية لما عملوا لي الاختبار، فانطلق علي هذا الاسم وخلص يعني تم علي. حلو، هذه المهارات يعني مثل اللاعب البرازيلي مارسيلو. بالضبط. جميعا كنتوا يعني عمر الداري، جميعكم كنتوا بنفس المخيم، مخيم الزعتري، وبتعرفوا بعض وبتلعبوا مع بعض وقت كنتوا صغار؟ 2012 تقريبا كنا بمخيم الزعتري، لحد نعرف بعض يعني لحد 2018، حتى اجتنا فرصة من النادي البرازيلي وحكوا لنا راح ياخذوا 4 لعيبة من بين تقريبا كنا 350 لاعب، راح يختاروا يعني افضل 4 لعيبة عشان نروح على البرازيل ويتدربوا ويبلشوا يلعبوا في النادي البرازيلي، واختاروا ان احنا جميل جدا. أحمد عنجاري، أحمد يعني اختاروكم من بين 350 يعني لاعب أو حدا عم يشوف قدراته، شو كانت المعايير لاختيار حافظ وعمر وأحمد وقيس؟ أول شيء بصراحة متشرف في هذا اللقاء معاكم، يسعد وهي أوقاتك. الشغل بشكل عام ما أنا سهلي يعني صعبة كانت علينا كتير، وبعدين لما صار الاختبار اختبرونا من بين 350 لاعب، هذا الشعور كتير يمكن صعب، واللي ما بيعرف هذا الشعور غير اللي جرب فيه، ونحن عانينا بصراحة كتير لحتى وصلنا لهذا الشيء، فهذا حلم أي لاعب سوري إنه يوصل ويحقق هذا الإنجاز اللي إحنا هلا منزلينه في حياتنا. يا رب يا رب دائما للأفضل. قيس، يعني قيس جميعكم تقريبا متقارب بالعمر، جميعكم كانت طفولتكم أو إذا فينا نقول بال14 سنة كنتوا موجودين بمخيم الزعتري، وهلأ نحن بنقلة نوعية. يعني تحكي لنا عنكم، كل واحد يبدو من مدينة مختلفة، اللي لقطه أنه أحمد من حمص مبين من اللكنة، يا ريت تحكي لنا عنكم، عن حالك قيس وعن كمان الشباب من كل واحد من أي مدينة. أنا اسمي قيس، عمري 18 سنة، من درعا الشيخ مسكين. طبعا أنا وعمر من الشيخ مسكين، يعني من درعا احنا الشباب الثلاث. وأحمد هي بدأت قصتنا من 2018، أول بداية 2018 زي ما حكى أحمد كان الاختبار 350 لاعب، نحن طلعنا الحمد لله من بين الناجحين 5 لاعبين، في لاعب خامس لسه ما طلع. احنا رحنا على البرازيل، ظلينا 4 سنين هناك، فأني لما طلعت على البرازيل كان عمري 14 سنة. ولحالك طلعت بدون أهلك؟ إيه، كان في صعوبات بالنسبة لي، يعني تقريباً 14 سنة يعني كنت متحمل مسؤولية أكبر مني، إني أسافر لوحدي، أعيش لوحدي، بتعرف البرازيل بعيدة وتقاليد وعادات مختلفة، فكان كثير صعب علينا، بس الحمد لله إحنا قاومنا هالشي وإن شاء الله حنوصل لحلمنا. يا رب يا رب. طب قبل ما أكمل معكم وكتير تفاصيل أنتم مرقتوا فيها، يعني تعرفنا هلأ عليكم، خلينا نشوف هدول الفيديوهات مع اللاعب رونالدو ونرجع لكم. يعني كان نعرض الفيديوهات بصوت لكن للأسف صار خطأ تقني. ارجع لكم حافظ وعمر وأحمد وقيس. حافظ، هاي الفيديوهات مع اللاعب رونالدو شو كانت مناسبتها يا مارسيلو؟ هاي الفيديوهات كانوا بصراحة جينيريشن اميزن، هون عاملين سبرايز. مرته لرونالدو كانت شايفة الملخص المسلسل تبعنا. اي مسلسل؟ لا تدخلنا هلا هيك، اي مسلسل هذا؟ لسه ما عرفنا شيء عن المسلسل، اللي قصة المسلسل معناها. خلص لا بحكي لك قصة المسلسل بعدين، بس انه الخص لك الموضوع. تفضل. انه مرت رونالدو شافت ملخص المسلسل تبعنا وراحت حكت لجوزها انه في 4 سوريين كانوا عايشين بالبرازيل وقصتهم كثير حلوة وكذا، وبحكوا برازيل وكذا، وحابين انه تقعد معهم شوي وتهديهم قمصان البرازيل. حلو. واحد من الفيديوهات وقع لك باسمك. صح مزبوط، وقعنا احنا الاربعه، ووقع لي الي وحكى لي انه شو اسمك كذا، اكتب لك اسمك حافظ ولا مارسيلو، يعني خلص الملقب مارسيلو فلازم يكون مارسيلو يعني. وقع لك مارسيلو، وقع لعمر واحمد وقيس باسمائكم صح؟
حافظ، بس بعد إذنك، يعني أنت من أي مدينة تنحدر؟ أنا من الغرية الغربية درعا. أهلا وسهلا، ثلاثة درعاوية وواحد حمصي معنا والله. واحد. طيب قلتولي، يعني خليني أرجع لعمر، قلتلي عمر إنه أنتوا لل 2018 لحتى منظمة برازيلية ساعدتكم على الاحتراف بالبرازيل وانتقلتوا للبرازيل. من 2012 لل 2018 أنتوا بمخيم الزعتري صح؟ صح. طب تحكي لي شوي قبل، يعني قبل ما تجي هاي المنظمة، كيف الحياة كانت بمخيم الزعتري؟ ممارسة لعبة إذا بدك كرة القدم بهذا المخيم؟ صراحة كانت حياة صعبة، مو بس علينا احنا أربعة، الكل يعني، لأنه كنا كان في دراسة لازم الواحد يدرس، لازم في كان ناس تدرس، في كان لازم ناس تشتغل، حتى كنا نلعب كرة قدم بس ما كان عندي أو شيء مثل احتراف، كنا نروح نلعب بس تستاهل، نلعب آخر النهار نتسلى شوي ونرجع البيت، لأنه ثاني يوم لا، يعني الناس يكون عندها شغل وناس يكون عندها دراسة، يعني ما يكون شيء تسلاية بس. أما ب 2018 لما رحنا على البرازيل خلص صار شيء رسمي، صار شيء نادي، صار في تدريب، يعني شيء صار في دوري، صار التزامات، يعني شيء احترافي صار. ولعبتوا مع أندية برازيلية يعني عمر صح؟ لعبنا مع بيرلوش نيكرش هو اسمه اللولو السوداء، بدينا فيه هو النادي اللي جا أخذنا من المخيم. مصنفين الأندية صح بالبرازيل؟ كيف؟ مصنفين بالدوري الأول ولا بالدرجة الثانية ولا كيف؟ بالدرجة الثانية، واللي رحنا عليه بالدرجة الأولى اسمه زينج. هاي بدايتنا كانت بيرلوش، بعدين رحنا على زينجي، بعد رجعنا بيرلوش، لأنه رحنا إعارة ورجعنا بيرلوش. حلو، قد إيه عمرك عمر؟ العمر كله إن شاء الله. أنا 19. قد إيه 18؟ 19. 19. كتير كنتوا صغار لما رحتوا على البرازيل لحالكم. أحمد كان عم يحكي لنا مارسيلو أو حافظ عن المسلسل، قال إنه مرته لرونالدو شافت المسلسل. شو قصة هذا المسلسل بقى؟ هذا المسلسل صار عن طريق شاب أردني اسمه هاشم الصباغ، مخرج، هو المخرج تبع الفيلم تبعنا. لما رحنا على المخيم، ما كنا بالمخيم وصار هذا الشيء، فهو حب يعمل هاي القصة إنه تحكي عن قصتنا. عساس سفرتنا على البرازيل راح تكون سنة بس أو 6 شهور، إذا شافوا كويس راح يخلونا، إذا ما شاف وضعنا كويس راح يرجعونا. فلحنا استغلينا هاي الفرصة وكنا من الناجحين وتوفقنا بالبرازيل. كانت المسلسل عساس إنه فيلم بس مدته ساعة، ساعة ونص بس، كنا عم نصور فصار مسلسل. هو راح يكون مسلسل 6 حلقات، كل حلقة 40 دقيقة، بتحكي عن قصتنا من لما سافرنا من الأردن للبرازيل لقطر، وإن شاء الله راح ينعرض، يعني هالشهرين إن شاء الله راح ينعرض. احتمال على نتفليكس. يعني على أي شبكة؟ يعني إحنا سمعنا إنه نتفليكس صح؟ إن شاء الله. إن شاء الله. يعني لسه ما في شيء أكيد. إذا يعني نحن بانتظار هذا المسلسل الذي يتحدث عن 4 شبان سوريين كانوا بصحراء الزعتري وراحوا على البرازيل للاحتراف. قيس، يعني بالبرازيل بيكون الواحد مثل ما قلت صغير، الاحتراف كمان صعب، المسؤولية، يمكن نحن كسوريين إنه بدنا حلول لحتى تستقر حياتنا ونحقق أحلامنا. قدي كان الجو مساعد وقدي أنتوا كأشخاص من قيس وأصدقائه بذلتوا جهد لحتى توصلوا لهاي النقطة؟ هو بصراحة أنا أطلعنا يعني وحاطين بعيننا إنه ننجح، يعني ما بدنا نرجع، بدنا نحسن من وضعنا ومن وضع أهالينا. فبصراحة قاومنا كل شيء، أكيد واجهنا كثير صعوبات هناك، يعني أنا بالنسبة لي كثير كثير واجهت صعوبات، عمري 14 سنة كان في كثير علي مسؤوليات، بس الحمد لله قاومنا كل شيء ولسه عم نقدم أي شيء لحتى ننجح. حلو كثير. حافظ، المسلسل من بطولتكم أنتوا الأربعة بأشخاصكم الحقيقية صح؟ مسلسل يعني وثائقي. يعني مبدئيا هل في اسمنا المسلسل حافظ؟ اسمه Chasing Dreams، مطاردة الأحلام. مطاردة الأحلام كتير حلو، حتى بيعطي أمل. طيب في المونديال الأخير تم استقبالكم من قبل رئيس الفيفا، من قبل جهات مسؤولة، ليش أولا رحتوا على قطر وشو في مشاريع جديدة بقطر؟ احنا بصراحة بال 2021 جينا على تجربة مع نادي اسمه نادي الحسين بالدرجة الثانية، سوينا اختبار، ضلينا معهم تقريبا 15 يوم، سوينا اختبار وخلصنا، وبعدين رجعنا شفنا اهالينا بالاردن.
لأنه ضلينا 4 سنين بالبرازيل بدون ما نشوف أهالينا. بعدين نعم قطر سوينا الاختبار نجحنا بهذا الشيء، فحكوا لنا النادي روح اشوفوا اهاليكم بعدين احنا راح نرجعكم لهون. يبدو انه الاتصال قطع، رح نعاود الاتصال مره ثانيه اكيد بحافظ وعمر واحمد وقيس. حافظ وعمر واحمد كانوا عايشين من 2012 لل 2018 مع عائلاتهم بمخيم الزعتري، منظمه برازيليه اجت عملت امتحان اداء ل 350 لاعب او شاب سوري يافع سوري، اختارت منهم حافظ وعمر واحمد وقيس لحتى يروحوا على البرازيل ويتعلموا كره القدم بطريقة احترافية. طبعا تم احترافهم، تعلموا اللغة ولعبوا مع أندية برازيلية بالدرجة الأولى والثانية، والآن مع نادي لوسيل القطري. نرجع مرة تانية للشباب، رجعنا من جديد، عم تسمعوني صح؟ إذن يعني هذه التجربة مع نادي لوسيل حاليا، تم تكريمكم بمونديال قطر. كثير حكيت لي أحمد والشباب، يعني أنا حابة أعرف الكل ولو ب 15 ثانية كل واحد. هذه اللحظة بعد ما كان لكم 4 سنين غايبين عن أهلكم، حققتوا إنجازات بحياتكم ولسه أنتوا في مقتبل العمر، وقت قابلتوا أهلكم، ما بعرف مين بحب يحكي بالأول، تحكوا لي عن هاي اللحظة، يعني كلكم حيمروا عليكم الدور. وبصراحة شعور أكيد حلو، راح تشوف أهله بعد 4 سنين بعيد عنهم. بصراحة أنا بالنسبة لي أول ما وصلت المطار يعني لا إراديا صرت أبكي لحالي من ولا شيء، أكيد الواحد يبكي أكيد، بس كان ممكن شوية صعوبات لما رجعنا شفنا المخيم كيف وضعه ولسه ما تغير، هاي أكبر الصعوبات. لسه عائلاتكم موجودة بمخيم الزعتري؟ المخيم ما يعني ما بعرف إذا في خطط لنقلهم من المخيم لمكان تاني، على الأقل هو المدينة. أكيد هي كثير لاعبين ونغير من حياتهم إن شاء الله. أحمد وقت شفت أهلك؟ وقت شفت أهلي هذا الشعور كتير حلو، لأنه أنا لما طلعت من الأردن من المخيم بشكل عام كنت صغير كتير، فلما شافونا رحت على البرازيل وتطورت وشافوا أحمد تاني لما أحمد كان يشتغل ويتعب، فشافوا أحمد لاعب، يعني شافوا أحمد من منظور إنه لاعب كرة قدم، فهذا الشعور كتير حلو. حلو كتير. قدي عمرك أحمد؟ أنا عمري 21. 21 سنة العمر كله. حافظ؟ أنا بصراحة أول ما شفتهم فورا صرت أبكي، وهم صار بالمثل. كان كتير شعور حلو لما أشوفهم بعد 4 سنين، وطلعت من عندهم كان عمري 17 سنة و16، فلما شافوه تغربين فيه بشكلي وجسمي وطولي. أكيد دقنه شوارب وطول وعضلات يعني مع ما هيك؟ يعني حتى رجعت على المخيم حتى أصحابي رجعتي كثير متفاجئين بي، يعني كيف كنت وكيف صرت، يعني يعني كان كثير شعور حلو بصراحة. ألف الحمد لله. عمر؟ بصراحة كمان شعور حلو، لأنه بعد أربع سنين تحملنا كثير صعوبات، اي صعوبه كانت مر فيها نحكي لاهالينا، اهالينا اول شيء هم بيعرفوا الصعوبات اللي مرينا فيها ودعمونا، دائما كانوا يدعمونا اي شيء كنا يصير معنا نحكي لاهالينا يحكوا لنا استحملوا، هاي حلم حياتكم راح توصلوا ان شاء الله. فلما شفناهم بس انه كان في نقاط سلبيه، لما رجعت شفت اهلي كيف عايشين المخيم، شفت الصعوبات، شفت انه انا كنت بحياه غير هم عايشين حياه غير. فاول شيء اول شيء فكرت فيه انه ان شاء الله بالمستقبل لازم اطلع اهلي من، يعني كمان للشباب لازم نطلع اهالي من الشيء اللي عايشين فيه، ولازم اول شيء نعمل بعد عقد الاحتراف نطلع اهالي من المخيم، لانه بيستاهلوا عيشه احسن. اكيد اكيد، وكل السوريين بيستاهلوا ظرف وعيشه احسن من هذه الظروف اللي مرقت عليهم. يعني ما بعرف انا اذا بما انكم رحتوا على البرازيل، بما انه حافظ اسمه مارسيلو يعني التقيتوا برونالدو، فينا نقول انه البرازيل هي اللي حطت لكم رجلكم على طريق الاحتراف. بقى بالمونديال مين كنتوا عم تشجعوا؟ انا بصراحه البرازيل، يعني انا كمان بالنسبه ايه تفضل. انا بشجع الارجنتين عشان ميسي، بعدين بشجع حافظ. أنا بشجع البرازيل بس شجعت فرنسا بالنهائي. ليش؟ ياخذ اللقب. يعني أنا بتمنى أكيد أكيد كل واحد فيكم حابب يكون مثل رونالدو، مثل ميسي، مثل مارسيلو، صح؟ مظبوط. أكيد حلم حياتنا. هلا أنا إنه بدي أسأل بقى عمر، مين هو لاعبك
الأمثل اللي بتحب تكون مثله أو أحسن منه كمان إن شاء الله. أنا بالنسبة لي بحب ميسي، شيء مو طبيعي، متعصب يعني. ميسي بحب ميسي وبرشلونة والأرجنتين. معناتها هلا بعد ما ميسي خلص بده يعتزل يعني تقريبا، أنت يمكن عندك هلا محزنة. حلم حياتي والله. لاعب لا يكرر. أنا مستحيل حد يكون مثل ميسي. بس الشيء اللي وصله لميسي هي حلم حياتنا، حتى لعب برشلونة. يعني إن شاء الله عمر كمان بيحقق أكثر من ميسي. حافظ يعني من اسمك، يعني ما بعرف إذا هذا الاسم بقى لزق فيك مارسيلو، أنت بتحب لاعب تاني، مين لعبك المفضل؟ أنا بصراحة لاعبي المفضل يعني أكيد مارسيلو، بس أنا من مشجعين ريال مدريد وكريستيانو. أنت وعمر بعكس بعض. ايوه بالضبط، مشاكل دائما. يلا حماس احمد. انا بصراحه بحب لاعب باريس سان جيرمان نيمار، هذا اكثر لاعب مفضل بالنسبه لي. ايوه وهي طلع كمان من المونديال، وبكون كمان صار عندك زعلي. قيس. انا بالنسبه لي كريستيانو هو كل شيء. يعني احيانا بالملعب لا اراديا بقلبه حلو اي شيء بتاع اي شيء.